انا ايمنا فوراتي خبيره في التغيرات المناخيه. اليوم موجودين في زاوين في اطار نشاط مسؤوله عليه زوج جمعيات اللي هما شباب تونسي واسر اترافير البروجي فينا كليما وجمعيه حمايه البيئه والتنميه المستدامه ببنزرت اترافير البروجي جي 3 سي. ونحن اليوم جينا هوني الاكتيفيتي هذيا كانت ابويي والتحضير نتاعها مع اتحاد الفلاحين بزاوين. هذا الاطار العام. دونك نحن الاكتيفيتي هذه شنو الهدف نتاعها؟ الهدف نتاعها ان نخدموا على ثلاثة محاور رئيسيه اللي هما التغيرات المناخيه، المراه في الوسط الريفي، ومشكله المياه. كما تعرف مشكله المياه هي مشكله وطنيه. دونك الاكتيفيتي هذه بدات من شهر جانفي وين حاولنا نكونوا ونأطروا مجموعه من الشباب اللي هما يخدموا في الجمعيات البيئيه وزاده فيهم الصحفيين وفيهم زاده اللي يخدموا على موضوع الجندره. حاولنا نأطروهم باش نفهموهم الاطار العام للتغيرات المناخيه والجنغ ومشكله المياه. بعد ما تم التأطير نتاعهم انهم كان لازمهم يكتبوا ورقات ورقات سياسات بوليسي بريف اللي هما يشملوا الثلاثة محاور اللي كنت نحكي عليهم ويمسوا الأربعة مناطق اللي اهتم بهم المشروع هذايا اللي هما قبلي، سيدي بوزيد، سليانة، وأخيرا زغوان. وبالطبيعة ما نجموش نكتبوا ورقة سياسة، ما نجموش نعملوا حملة مناصرة وطنية ما غير ما نعرفوا لا سبيسيفيسيتي دو لا زون. ومن هنا في كل منطقة كان عندنا المحرك الرئيسي اللي عاوننا باش ان نقابلوا الأطراف الفاعلة ويسهل لنا ان ندخلوا معاهم اون كونتاكت. وهوني جاء دور سي محمد اترافيغ الاتحاد الفلاحين بزاوين اللي حاول ينسق مع الاطراف الفاعله باش يسهل لنا الاجتماعات اللي نعملوا فيهم. دونك كان الصبحيه مع سيد مندوب المراه، وبعديك مشينا تنقلنا للسي ار دي توا في مع الاتحاد الفلاحين بزاوين باش نتقابلوا نحكيوا مع النساء اللي يخدموا في المجامع باش نفهموا شنو هما المشاكل نتاعهم، شنو هما احتياجاتهم، شنو هما العراقيل اللي يخليوا المشاريع المتعلقه بالمراه يكونوا يسو ديفلوب اكثر في ظل الازمه المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها. دونك استمعنا للراي نتاع الادارات تويكا باش نشوفوا النساء شنو يخدموا، وبيان سور اتحاد الفلاحين ديما موجود معانا وهو المحرك الرئيسي بالنسبه للنشاط هذايا. باش نعديو نهير بحذاكم في ضيافتكم، ومن بعد نرجعوا لتونس ونكملوا نكتبوا الورقه هذيا باش لوبجيكتيف نتاعها ان نكونوا عندنا ان دوكيمون يسهل لنا حمله المناصره باش نوصلوا صوت المراه في المناطق اللي مسهم لو بروجي باش نكونوا افيكاس. دونك حملة المناصرة باش تعمل مع لي ديسيدور اللي موجودين على المستوى الوطني باش يتحرك شويه التمويل المناخي، يتحركوا شويه المشاريع المناخيه لفائده المراه بالنسبه لقطاع المياه. كيف نائب رئيس الاتحاد الجيولوجي في الحسن البحري بولايه زغوان، اليوم ندرج الاجتماع تاعنا مع جمعية شباب تونس وأثر وجمعية المحيط والبيئة المستدامة بنزرت، ندرج المشروع فيه هو فينا كليما يعتني بالجندرة والتمويل المناخي وخاصة العدالة المائية للمرأة في الوسط الريفي. نحن اليوم كاتحاد فلاحين حاسين بوضعية المناخ اللي الحقيقة معناتها تغيرات مناخية كبيرة وشد عام جفاف، فديما نبحث عن حلول وموازنة ومعارضة مجهود الدولة في إيجاد الحلول. يوم المشروع الذي قامت به كما قلت جمعية شباب تونس وأثر وجمعية المحيط المستدامة واتصلوا بنا وحبينا نعطوهم في المشروع هذا، خاصة في لقائنا اليوم إن شاء الله مقر الاتحاد مع الجامعة النسائية والمرأة الفلاحة اللي تدخل في النشاط الفلاحي باش نسمعوا منهم هما المشاكل وتشخيص خاصة في الوضع المناخي الحال وقلة الأمطار وشح المياه. سبق زاد صحية اليوم في مع سيدة مندوبة المرأة مشهور اللي استضافنا وصار لقاء صغير، ثم انتقلنا إلى مندوبة الفلاحة مشهور سيدة مندوبة، أثنا جلسة مع الإطارات الموجودة فهمتوا ليه، وتجهنا توا باش نكملوا الاجتماع تاعنا مع مباشرة كما قلت مع المجامع النسائية والمرأة الريفية
باش نحكوا على التغير المناخي. وبعدين زاد اليوم سيد المعتمد ان شاء الله باش يلتحق بينا باش يرفع الجلسه، كذلك بعدين مدام سيد الجاز رئيس الاتحاد الجهوي للمراه، كذلك سي سمير المندوب الجهوي من وكاله الاستثمارات الفلاحيه، وثلث من النساء النشيطات داخل القطاع الفلاحي ورؤساء المجامع النسائيه في الولايه.